ونقول زمانهم جايين، زمانهم هيفتقدونا وما فيش. اكيد الرسل ما عندهمش فكره عن اللي بيحصل، لكن ثقوا ان ربنا هيعمل وهما لازم ياخدوا خبر. اسيبكم في رعايه الرب يسوع. عموما يا ابني احنا متشكرين قوي، بس ارجوك ما تتاخرش تاني على الاقل عشان خاطر البنت الصغيره. والرب يبارك خدمتنا. السلام لاخوه الرب ورسله. السلام. نعم. انا جاي ابلغكم ان في احتجاج من ارامل يهود الشتات بسبب خدمتهم واعانتهم. فهمنا ايه اللي بيحصل بالظبط. اثناء خدمتي لاحظت ان بعض ارامل يهود الشتات بيقعدوا باليومين والثلاثه ما عندهمش كسر خبز، وده ما بيحصلش مع الارامل العبرانيات. يا اخوتي ما صحش ان احنا نترك خدمتنا ونقوم بتوزيع الاعانات. احنا ممكن نختار من بيننا سبعة مشهود ليهم ومليانين من الروح القدس والحكمة، ونعينهم ويقوموا هما بالخدمة دي. السلام لكم. ولك السلام يا سيد السطنوس، تفضل. بعتكم تستدعوني فعلا. ايه الحكاية يا سيد السطنوس؟ ما بقناش نشوفك في الهيكل. الحقيقة يا سيد نيقوديموس الخدمة واخدة كل وقت. الخدمة وقت كل وقته. طب وبعدين الخدمة هتنسيك العبادة؟ عبادة الرب في كل وقت وفي كل مكان. خير. ايه اخبار مجمع البيبسيين؟ نشكر الرب. قول لي يا سيد استفانوس، بالنسبة للدعوة الجديدة، في حد من مجمعكم آمن بيها؟ كان الأولى إنك تسألني هو مين ما آمنش بيها؟ أفهم من كلامك إنك مؤمن بكلام تلاميذ النصيري؟ أكيد. أكيد يعني إيه؟ أكيد إني آمنت إن المسيح جاء إلينا. لكن أنت بتقوله ده ضد شريعة موسى، ضد كل اللي اتعلمناه ورثناه من أنبيائنا ومعلمينا. مين اللي قال كده يا سيد بنيامين؟ أنتم عارفين إن أنا عشت ما بينكم كل أيام بضمير نقي، وطول حياتي ما اتكلمتش بحق انسان ولا شفت شهاده زور. احنا عارفين طبعا. وده طبعا لاني اتعلمت من معلمينا ان الله يرانا ويسمعنا متكلمين كنا او صامتين. وبعدين الكلام اللي هشهد بيه دلوقتي اشهد بيه امام الله وامامكم ان يسوع المسيح الناصري الذي انتم صرتم مسلميه وقاتليه هو المسيح ابن الله الحي. رجل مصلوب ومحتقر على خشبة الحار هو المسيح. وانا يا سيد الحبر الجليل، انت معلم للناموس ولم تفهم بعد كل هذا الذي تم امامكم؟ الم يقل اشعياء النبي انه يكون محتقرا من الناس، مخذولا من الرؤساء، انسان اوجاع مختبرا الحزن، مضروب ومذلول ومجروح حتى الموت. مين انت عشان تعلمني اقوال اشعياء او تشرحلي حتى الناموس او الانبياء؟ اشعياء اللي انت بتتكلم عنه ده ما جابش سيري عن المسيح اللي انت بتقول عليه ده، لا، عن شعبنا اللي وضع عليه انه يتقلد كراجل واحد بسبب خطاياه. انتم يا سادة تفسرون كل شيء بحسب هوى انفسكم، تغيروا الحق حتى لو كان من الله، تعوض الطرق حتى لو كان فيها خلاصا للناس ومجد لله. ألم يقل الأشعياء أن المسيح الآتي سيحمل ذنب شعبه، وإنه جرح لأجل معاصينا وسحق لأجل آثامنا وضرب لكي يشفينا، وأن تأديبنا وسلامنا سيحمله هواله؟ يقول الرب أنه وضع عليه اسم جميعنا ومن خلال جراحاته نلنا الشفاء. تعلمت الكلام الجميل ده فين؟ وعلى يد مين من الليبرتيين يا سيد استفانوس؟ ليه بتسألني عن مصدر تعليمي يا سيد نيقوديموس؟ الكلام يشهد لنفسه.
وايه رايك في ان المسيح لابد ان يكون ملكا ويكون سيدا على كل ممالك الدنيا ويخضع له كل الملوك والامم واعداؤه يكونوا موطئا لقدميه؟ انت بتتكلم بالارضيات اما انا فاتكلم بالسماويات. انت ترى سلطان المسيح على اعداء ارضيين وانه بقوته الجسديه يشر سيفه في وجه الملوك والرؤساء، اما نحن فنرى سلطان المسيح على قوات الظلمه وسلاطين الجحيم، وانه اعطي بالروح ان يفك سلاسل الهاويه ويقيم قتل الخطيه وينعم على الذين في القبور بالحياه الابديه، لانه دفع له كل سلطان مما في السماء وما على الارض وما تحت الارض. لقد عوجتم تفسير الانبياء لتظلوا اوصياء على عقول الشعب. احنا ما عوجناش كلام الانبياء ولا تفسيرهم، لكن بحفظنا للناموس صرنا حافظين على كرامة الله. ايوه مظبوط، انا مدهش، انا مذهول. ازاي ازاي تقول عن المسيح ممكن يهان او يصلب او يتعذب او يبقى حتى عبد مذلول؟ أأنت من معلم إسرائيل بحق؟ اسمع لما يقوله أشعياء هذا: أنتم لا تقبلون طريق الاتضاع ولا طريق الحق. أي برهان أعظم مما صنع يسوع أمام عيونكم؟ لقد صدقت النبوءة التي قالت: اسمعي أيتها السماوات واقشعري يا أرض. الثور يعرف قانين والحمار نعلق صاحبه، ومعلم إسرائيل لا يريدون أن يعرفوا. سدوا أذانهم عن السمع وأغمضوا عيونهم عن الرؤية، وتطلبون برهان وآية ولا تعطى لكم آية إلا آية يسوع المصلوب. لا 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 لحد هنا وكفاية. أيها الأحباء، قد علمنا بحدوث تذمر بين الأخوات اليونانيات وشكوى من عدم الاعتناء بخدمة الأرامل، وقد كلفناكم باختيار 7 أعضاء مشهود لهم من بينكم حتى يتفرغوا لخدمة الموائد، بينما نحن نتفرغ لخدمة الوعظ والصلاة. والآن يا أحبائي، بعد أن تم اختيار الرب، نعلن عليكم الأسماء 7 الذين وقع عليهم الاختيار. الأخ استفانوس، الأخ فيلبس، الأخ بروخورس، الأخ نيكانور، الأخ تيمون، الأخ بروميناس، الأخ نيكولاوس الأنطاكي. والآن يا إخوتي، فلنرفع قلوبنا إلى السيد المسيح رب المجد كي يساعد هؤلاء الإخوة الشمامسة في خدمتهم. ربنا الصالح يسوع المسيح، ساعدهم وبارك في خدمتهم وأثمرها يا رب. آمين. قل لنا يا أخ استفانوس، إيه اللي يغضب الله؟ إن الذي يغضب الله الأعمال النجسة، الفسق، الفرقة، الهزل، النميمة، العداوة، والحسد، والإيمان الكاذب.